السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الرابع اليوم رح نشرح مادة الاجتماعيات رح نعطيكم درس المسؤولية طبعا احنا الحصة الماضية تحدثنا عن المسؤولية حكينا شو هي اقسامها وحكينا انه جميع الافراد في كل المجتمع لهم مسؤوليات وواجبات خاصة فيهم واجب عليهم ادائها بالشكل المطلوب على اكمل وجه حتى انها تحقق الفائدة للفرد نفسه ولغيره من الافراد على سبيل المثال الطالب بالمدرسه مسؤول عن طبيعه تعلمه عن دراسه عن واجباته انضباطه طريقه تعامله مع الاخرين سواء من الزملاء او مع المعلمات الاهل في البيت الام والاب مسؤولين عن تربيه الابناء الاهتمام فيهم الرعايه العنايه على اكمل وجه بالنسبه لابنائهم إيه, عندي انا مثال الموظف في الشركات أو في المؤسسات مسؤول عن طبيعة عمله لازم يؤدي أعماله على أكمل وجه حتى أنها تحقق الفائدة لجميع الأفراد وحكينا إنه المسؤولية هي عبارة عن الأعمال اللي يتم تكليفها للإنسان بيتم تقديمها للإنسان كواجبات لإله حتى أنه يقدمها على يقدمها ويحقق الهدف منها ليش هاي الأعمال لازم يؤديها ونحصل على النتيجة لأنه هو الشخص لما يؤدي الأعمال مطالب بأدائها أمام الله سبحانه وتعالى وأدائها وأدائه للأعمال بيتخذ عليه الأجر والثواب من رب العالمين ثم أمام المجتمع بحقق الفائدة للأفراد الموجودين في المجتمع ويجب القيام بالأعمال في الوقت المحدد لإلها وحكينا بالحصة الماضية أنه المسؤولية بتنقسم لثلاث أقسام أو أداء المسؤوليات أو الشخص المسؤول ممكن يكون في ثلاث أقسام حكينا في البيت أو بالمدرسة ولا الوطن اللي هو بالمجتمع الآن من خلال دراستك للحصة الماضية إيش عن الأسئلة التالية هل كلفت بعمل ما في البيت هل أنه أمك عمرها طلبت منك طلب وأنت أديت الغرض أو نفذت الواجب اللي طلبته منك هل كلفت بعمل في المدرسة هل إنه المعلمة عمرها طلبت منك طلب كواجب كخدمة تقدمها أو عمل تطوع تقدمها للمدرسة وأديتها أو ما أديتها ما شعورك وأنت تقوم بهذا العمل هل إنه أنت كنت شخص مبسوط نعم أنت بتكون شخص مبسوط لأنه أنت أديتها أمام الله سبحانه وتعالى أخذ عليها الأجر والثواب لما أنت بترد على غيرك بتحترم غيرك بتسهل على غيرك بتفيد غيرك لك الأجر والثواب من رب العالمين الآن أنت كطالب كيف تكون مسؤولا في بيتك مش إحنا حكينا الحصة الماضية أنه الإنسان أو الشخص ممكن يكون مسؤول في بيته وبكون شخص مسؤول في المدرسة وبكون شخص مسؤول في الوطن أنت كطالب كطالب أو طالبة بالصف الرابع هل تكون مسؤولا في بيتك في بيتك هل انه امك ممكن إن انها تعطيك مهام وواجبات خاصه فيك انه انت لازم تاديها عمر امك طلبت منك طلب انه انت ترتب لها الغرفه او تساعد اخوانك او لما تطلب منك تجيب لها مثلا كاسه مي هاي تعتبر طلبات انت مسؤول بتاديتها المفروض اول شيء ترد على امك ثاني شيء تفيد غيرك ليش الوراء كيف تكون مسؤولا في مدرستك كيف انت بدك تخدم مدرستك كون المدرسه هي المكان اللي احنا بنتعلم فيه وبنكون فيها الصداقات في عنا زملاء في عنا معلمات هل انه انت لازم ممكن تكون شخص مسؤول في المدرسه نعم انت مو مسؤول في المدرسه لما انت بتحترم المعلمه بتحترم زملائك بترد على معلميتك ما بتعلي صوتك فيها عندها هاي كلها تعتبر مسؤوليات خاصه للطالب في المدرسه لما بتحافظ على ممتلكات المدرسه ومرافقها شو هي ممتلكات المدرسه ومرافقها حكينا اللي هي كل الخدمات اللي بتقدمها المدرسه زي الحمامات زي المغاسل زي المي زي الممرات الساحه المدرسيه الصفوف الادراج هاي خدمات بتقدم لنا اياها المدرسه لازم نحافظ عليها واحنا مسؤولين على الحفاظ عليها اجتهادك في دروسك لما انت بتدرس بتشارك بتحضر بتحل واجباتك هاي كلها اجتهاد في المدرسه مسؤوليه عليك لازم تأديها لازم تحافظ على نظافة مدرستك من خلال المحافظة على جدران الصف على المقاعد المدرسية عدم رمي الأوراق على في الساحة المدرسية الآن آخر سؤال كيف تكون مسؤولا في وطنك كيف أنت بدك تحافظ على وطنك الآن لما أنت بدك تحافظ على وطنك أنت بدك تكون شخص بتحمل المسؤولية وبتهكل هم الوطن اللي انت عايش فيه حتى تعبر وتكون شخص منتمي وبتعبر عن حبك لإله الآن في إحنا عنا حكينا المرة الماضية مجموعة من الواجبات اللي التي تعد مسؤوليات وواجبات اتجاه الوطن اللي هي زي ما حكينا اللي هي التزام القانون والنظام لازم يكون في تعليمات وانظمه احنا ايه نقوم فيها على اكمل وجه ثاني شيء احترام حقوق الاخرين وحرياتهم وشخصياتهم وطبيعه تفكيرهم المحافظه على الممتلكات العامه زي الحدائق والملاعب المستشفيات والمدارس الحفاظ على نظافه البيئه لازم نحافظ على النظافه العامه وما نرمي الاوراق والنفايات في اي مكان اخر إشي اللي هي الاسهام في خدمه الوطن من خلال تطبيق جميع المسؤوليات اللي علينا. الان هون معطيكم مجموعه من السلوكات إيه لازم انتوا تصنفوا لي الى سلوك صحيح وسلوك غير صحيح اللي هو السلوك الخاطئ مفسرا الاجابه، انت كطالب خ... إيه لو انك خرجت من البيت دون اخبار والديك هذا يعتبر سلوك غير صحيح سلوك خاطئ ليش لانه انا في عندي مسؤوليات في بيتي لازم انا اديها لوالدي والدي ووالدتي كونهم هم اللي بيهتموا فيي وبيعتنوا فيي ثاني شيء أحافظ على نظافة جسمي وملابسي يجب هذا سلوك صحيح لأنه الإنسان لازم يحافظ على نظافته الشخصية يحافظ على ملابسه لازم يكون شخص نظيف وما ما له علاقة به الأوساخ. النقطة الثالثة أشارك إخوتي في الألعاب، أشارك إخوتي لازم يكون في مساعدة، هذا يعتبر سلوك صحيح لأن لازم يكون في مشاركة ومساعدة وتعاون ما بين الأخوة في البيت وهي تعتبر من المسؤوليات في البيت. النقطة الرابعة أرمي الورق في الساحة المدرسية هذا سلوك غير صحيح لأنه ما في أنا في مسؤولية تجاه المدرسة لازم أؤديها ما لازم أحافظ على نظافتها، ما بصير أكب النفايات والأوراق في أي مكان، لازم أحافظ على النظافة العامة حتى إن تعكس صورة جيدة عن المدارس اللي إحنا فيها، آخر إشي إحترام حقوق الآخرين هذا يعتبر سلوك صحيح، ليش؟ لأنه ناتج عن تقبل الآخرين وتقبل أفكارهم وشخصياتهم. الآن أنا معطيك هون مجموعة من المسؤوليات مختلفة هي مشكلة مسؤوليات في البيت أو المدرسة أو الوطن الآن أنت عليك تقرأ لي هاي المسؤوليات وتحدد لي تعتبر أو تنتمي إلى أي قسم من المسؤوليات الأولى المحافظة على الممتلكات العامة بما أنها ممتلكات عامة ومرافق عامة لكل أبناء المجتمع هاي إذن تعتبر من المسؤوليات اتجاه الوطن ترتيب المنزل طالما هو في البيت مع أهلي وإخواني هذا يعتبر من المسؤوليات في البيت النقطة الثالثة أحترم معلمتي وأخفض صوتي عند التحدث معها بما أنها شيء خاص داخل المدرسة إذا هاي من المسؤوليات في المدرسة النقطة الرابعة مساعدة إخوتي في الدراسة بما أنها إخوتي وفي البيت إذا هاي من المسؤوليات داخل البيت لما أنا بساعد أختي وبشرح لها طلبت مني مسألة معينة أو أشرح لها درس معين تقدم المساعدة لإلها النقطة الخامسة الالتزام بالقانون والنظام القانون والنظام خاص بجميع أفراد المجتمع وإله خاص بالمجتمعات المترابطة مع بعض إذا لها علاقة بالوطن والتعليمات الخاصة فيه والأنظمة، هاي تنتمي إلى المسؤوليات اتجاه الوطن، آخر شيء المحافظة على المقاعد والجدران في الغرفة في الغرفة الصفية، إذا هاي بالمدرسة المسؤولية اتجاه المدرسة. أنا هون حلل لكم أسئلة الدرس زي ما كنا نحكي بالصف، حلوا لي إياها على الكتاب بخط مرتب وواضح وكل إجابة عند سؤالها في المكان المناسب والمخصص لها، بتمنى إنكم تكونوا فهمتوا الدرس وأي كومنت رنوا علي وتواصلوا معي بالتوفيق إن شاء الله، يعطيكم العافية.